دي جابت موزاية وهرستها، وبعد كده حطت عليها بيضة وفضلت تضرب كده كتير، بعد كده حطت تقريبا مش عارف ده كان سمسم ده ولا ايه مش عارف، وبعد كده حطت حتة شوكولاتاية في النص وحطيتها في الميكرويف، وبعد كده طلعت حاجة زي ايه مثلا كده بنانا كيك مثلا. فا يلا نعملها ونشوف هتطلع حلوه ولا وحشه. شايف قلبي بيقول لي ان هي ممكن تطلع حاجه حلوه جدا جدا. فجبت فخار، طاجن فخار يعني، وموزايه، وجبت البيض، وجبت اي نسكويك، انا جبت نسكويك يعني بس انا بحطه هنا يعني. فتعالوا بينا نعملها. ماشي، جابت الموزايه وهرستها بقى ايه في الشوكه كده. فاحنا ايه هنهرسها. تمام، انا كده هرست موزه، وبعد كده هفتح عليها البيضايه. يا بدا يا بنت الغداره، يوالي يوالي يوالي. وبعد كده هحط معلقتين كاكاو او معلقتين نسكويك، شوف انت هيبقى عندك ايه يعني. وبعد كده اقلب بقى. تمام، ده كده بقى القوام بتاعها. والمفروض بقى بعد كده حطت حته شوكولاته كده خام في النص، فجبت انا شوكولاته خام، حاول كده احطها في النص او اغمسها كده في النص. تمام، حطينا كده الشوكولاته الخام في النص، بعد كده بقى نحطها في الفرن ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. وعقبال ما تستوي كده في الفرن هنعمل بقى ايه مشروب موز بالشوكولاته، هيبقى جامد جدا جدا. فهتجيب الخلاط الميني الصغير بتاعك، وتجيب موزايه تقطعها كده حتت في الخلاط، مش لازم يعني الخلاط ده، بس انت لو عايز تشتريها هتلاقيه تحت في الديسكريبشن يعني، بس جامد جدا جدا يعني. وتجيب برضو النسكويك اللي عندك، او تجيب الكاكاو اللي عندك، تحط معلقتين، وبرضو احط برضو شويه سكر كده ايه اللهوي كده، شويه سكر كده بالبركه كده يا زميلي. احنا مش بتوع مقادير يا زميلي، احنا مش بتوع مقادير. ميه او لبن، انا هنا احط ميه، ونسمع احلى صوت في الدنيا. تمام، نجيب بقى الكوبايه بتاعتنا الجميله، نصب هذا العظمه الجامد جدا جدا يا صديقي. بص يا صاحبي، الحلقه دي برعايه الموز. اديني بقى يوالي 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 يوالي. ويبقى احنا كده عملنا كده مشروب موز بالكاكاو. طلعنا البنانا كيك، عايز اقول لك ريحتها موز بدرجه يعني. بص، الحلقه كلها النهارده برعايه البنانا. شاهد يا صديقي، شاهد يا صديقي. طبعا اتعلمت طبعا من غلطات المرات اللي فاتت، عشان انا كنت عامل حلقه اللي هي بتاعت المولتن كيك والكلام ده، فالناس قالت لي لا انت المفروض ما بتسوهاش قوي علشان تبقى طريه كده يا باشا، والكراته جت تبقى من جوه سايحه بقى، تبقى زي المولتن كيك والكلام ده. فما سويتهاش قوي برده، وانا حاسس ليا ايه هي بالصيصه قوي، هي ماسكه نفسها. ولكن حاسه يا باشا لو حطيت يا باشا كده المعلقه فيها يا باشا كده هتبوظ بقى من كل حته بقى، هتبوظ وتلز والكلام ده، على رايي بنت كده على الانستجرام، بس مش عارف مين والله. بس انت بتتفرجي على الفيديو فعايش محتواك حلو، بس والله ما اعرف انت مين. نقول بسم الله ونشوف الحلاوه والجمال. لهوي على ده في حوارات، ده في حوارات يا زميلي، في حوارات يا زميلي، في حوارات. هذا هو المولتن كيك، هذا هو المولتن كيك يا صديقي. اقسم بالله، اقسم بالله جامد جدا. صباح الفل كده. بص انا لسه ما عملتش حاجه، 10 من 10 على اللي بعده، على اللي بعده على طول. ده 10 من 10 بص بدون منازع، بدون منازع حرفيا. الشوكولاته اللي انا حطيتها في النص ساحت، بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الشوكولاته عامله ازاي، بصوا القوام بتاع المولتن كيك عامل ازاي. هو مش مولتن كيك بقى، هو بنانا كيك بقى، فاهمني. الموز طعمه باين قوي قوي، والشوكولاته عامله حوار جامد قوي قوي يعني. طيب سيب بقى ده من خالص ونشوف الاختراع ده. بصراحه ده انا اخترعته كده من نفسي، فانا لسه هدوق بقى معاكم اول مره ونشوف طعمه عامل ازاي. فهيبان بقى هل انا خيشت ولا ما بخيش انا في حاجه. معروفه كريم عفت ما بيخيش في حاجه، بس ده عشان ما حطيتش لبن فيه والكلام ده. ممكن مثلا اديله 8 من 10، ولكن لما انت تيجي تعمله ما تحطش عليه ميه، حط عليه لبن، هيبقى في حته تانية خالص. لو حطيت عليه لبن بدل ميه هيديك بقى كومبو يا باشا بقى، ومزاج كده يا باشا عالي. موز بقى بالكاكاو او موز بالنسكويك بقى بلبن يا باشا مع السكر بقى، في حته تانية حرفيا. ولكن 8 من 10 بميه حلو جدا جدا على فكره، طعمه جامد جدا جدا. انت لو ما عندكش لبن ممكن تستعمل ميه عادي مكانه يعني. ده وحلاوه وجمال ده. اول مره ابقى مبسوط قوي 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 في الفيديو يعني. دي انا هعملها كتير اول فتره جايه، عاملها كتير قوي للبيت وليا انا اصلا شخصيا وكده يعني. كل ما الاقي ان احنا عندنا موز هقوم اعملها، لان جامده جدا جدا. بس بقى ايه الشوكولاته اللي ساحت بقى جوه، الشوكولاته اللي ساحت. يا لهوي حوار، انصحك جدا جدا تجربها. طلع فعلا البنت تكلم ان هي فعلا عملت حاجه عظمه، واحنا عملنا وراها عظمه، وطلعت اعظم من اللي هي عملته يعني. بصوا الليله كلها عظمه وبرعايه الموز. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت ممكن. بص يا صاحبي عايزين نوصل ل 100,000 قبل عيد ميلادي اصلا. الانستجرام بتاعي روح اعمل لي فولو هناك، لان احنا هناك اكتف جدا جدا وبننزل ستوريز كده دايما. فتشاركنا بقى هذه الستوريز بقى وكده اهو بتاع يعني. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.